اهلا وسهلا فيكم. اليوم على صفحة حيدر الالكترونيكس، اليوم بدي اقدم لكم السوني اكسبيريا اكس زد بريميوم بعد استعمال حوالي 3 سنين وشو رايي فيه بكل صراحه. خلينا اول شيء نبلش بموضوع الشاشه. شاشه هذا التليفون بكل صراحه لما تفتح انت ببجي هي اهم شاشه موجوده بالنسبه لي بالعالم. يعني هذه الشاشه تقريبا بتجي 4K، الصور اللي انتم عم تشوفوها او مثلا اذا انت عم تلعب ببجي او كول اوف ديوتي حيكون الصور رهيبه جدا 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 بالنسبه للالوان، بالنسبه لتفاصيل الالوان. اكيد هون نحن عم نحط الببجي الماكسيموم، فحتشوفوا شيء رهيب جدا، حتشوفوا شيء صادم على تليفون صنع بال 2017 تقريبا. يعني عم نحكي نحن من 3 سنين على تليفون يعطينا اهم شاشه. بتذكر بشغله بالفيديو اللي انا استعرضت فيه موضوع الايفون 11، صورت فيه 4K 60 فريم، عم نحكي نحن ككاميرا كالصوره، الصوره بتجي LCD بهداك، تصوروا هذا 4K من 3 سنين والايفون 11 بيجي LCD، فتصوروا الفرق بالالوان. ها موضوع الالوان، موضوع الكاميرا، يعني بس الكاميرا لحاله بحب لكم انه انا بصور حوالي 99% من فيديوهاتي ان كان بهذه الصفحه حيدر الكترونكس او حيدر هوكا بهذا التليفون اللي شايفينه قدامكم، انا مش بحاجه لكاميرا، اوكي؟ بالانتقال للصور، بالنسبه للصور لما انا اصور بهذا التليفون امرار بيعطيني حجم الفايل 5 ميجا 6 ميجا وامرار بيوصل ل 13 ميجا، يعني تصور اذا انت معك كاميرا كانون عم بتصور فيها ما بتجيب ال 6 ميجا، يعني تصور لاي درجه. هذا تليفون من 2017، شيء رهيب جدا. بالنسبه للقصص اللي انا عانيتها فيه، انا عانيت بموضوع الصوت، الصوت بهذا التليفون فاشل جدا 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 جدا. التشريج بهذا التليفون بياخد وقت بس البطارية بتضاين كتير. طبعا بالببجي كول اوف ديوتي هالامور البطارية بتضاين اكتر من البوكوفون اللي انا هلا عم صور فيه، فتليفون كتير كتير ممتاز. بالنسبة لكاميرا الفيديو، لنرجع على كاميرا الفيديو، هذه الكاميرا انا صورت فيها 4K 30 فريم، هذا ما في 60 فريم. طبعا الايفون 11 صورت 60 فريم، تصوروا انه ال 30 فريم ال 4K بهذا التليفون افضل من 60 فريم الموجودة بالايفون 11 من بعد ما اختبرتهم. يعني انا صورت معدن عطاني هونيك لون اصفر اصفر اصفر، هو ما كان لونه الفعلي هيك، لما صورت بهذا التليفون عطاني لونه الفعلي وعطاني معلمعه وشيء كتير مرتب، فهذا الشيء كتير ممتاز. وهذه الفيديوهات اللي انا مصور فيها المعادن اللي هي مثلا الارجيله او غيرها بتشوفوها بحيدر هوكا صفحه مخصصه للارجيل الفاخره، انا مصور فيهم هيدي الارجيل واللون المعدن النحاس الصب عطاني لون رائع بعكس الايفون 11 يلي عطاني يعني صراحه لون كتير بشع، لون اصفر مايل على الصفار الفائع وكانه ما خصصوا به هيدا المعدن، يعني مش هو، ما كانه عم صوره لإله. فانا هيدا انصدمت فيه انه تليفون الايفون 11 لما يصور 4K 60 فريم عم بيكون اقل جوده مثلا من السوني، انا هذا الشيء يعني انصدمت فيه نوعا ما، لانه كان اول مره بجرب الايفون 11 وانا استعرضت عملت فور ريفيو للايفون 11 اللي بحب يشوف. فتحنا العلبه جربناه عملنا سيت اب، كيف كنت تعمل سيت اب كل شيء ب 23 دقيقه 24 دقيقه تقريبا، فيك تشوفوا الفيديو على حيدر الكترونكس الموجود هون، بتفوت على فيديو تشوفوا كل الفيديوهات ما في اي مشكله. بالنسبه لهذا التليفون، هذا التليفون بكل صراحه بدكم اياه بعد 3 سنين من استعمال هذا التليفون انا حملته مع ال 2020. بعض اليوتيوبرز تسالون شو حملتوا معكم تليفوناتكم، ما هو 2019 2018، هذا 2017، هذا 2017 حمله مع 2017 ل 2020 ويمكن كمل فيه ل 2022 كمان. شوفوا لاي درجه بعد ناطر يجي تليفون يصور 4K مثل العالم والناس، بعد ما فيه ما لقيت، ما كنت ليه. بعض التليفونات طبعا مش موجوده بلبنان، في بعض التليفونات مثل الريد ماجيك 3 الون بلس ما انا موجوده بكثره بلبنان، وهذا شيء طبيعي للاسف يعني لانه ما في كميات منه، بس بعض التليفونات ممكن تكون عم بتصور 4K بطريقه ممتازه بس انا ما جربتها. اللي انا جربتهم من بين انا جربتهم هذا البوكوفون، هلا انا عم صور 60 فريم. هذا التليفون البوكوفون اف 1 اللي انا هلا عم صور فيه، عم صور فيه هلا 4K 60 فريم بس ما بصور احسن من الاكسبيريا اكس زد بريميوم. طب ما هذا بال 2018 2019 وهذا 2017. فأنا لما أفكر دائما بسوني، ليه بقول سوني؟ سوني للأسف بلبنان ما لها سوق، بغير دول حتى سكروا الستورز يلي قالهم، كان قالهم شيء بالأردن، كان قالهم شيء بالإمارات كمان سكروه. ما بعرف ليش بالضبط، يعني شو الأسباب، يمكن مشاكل مالية أو غيره، أو عم بركزوا أكثر على شيء تاني الله أعلم. بس تليفون السوني لما حدا بده يصور، لما حدا بده يروح يتكلف، أنا بدي أجيب كاميرا تصوير، أنا يوتيوبر بدي أجيب كاميرا تصوير، شو أفضل كاميرا؟ كانون ولا نيكون ولا بلاك ماجيك ولا أنا بقول له تليفون السوني اكسبيريا اكس زد بريميوم، أرخص أحسن صورة أفضل شيء، رائع جدا، شيء خرافي. دغري بتجيب الكيبل بتشكه بهذا التليفون، بتنزل هول الفيديوهات على الديسكتوب، بتعمل له مونتاج، بتنزلها على اليوتيوب، خلص أمورك.
انا هلا مثلا اليوم هذا اول فيديو، بس اليوم انا بدي اصور حوالي 5-6 فيديوهات ورا بعض بيوم واحد، اوكي، وبدي منتج 5-6 فيديوهات بيوم واحد. شوف لاي درجه سريع دغري تصوير على اللابتوب او على الديسكتوب. عندي طبعا هذا الجيمنج ديسكتوب، بصور هون بنقل على الديسكتوب بمنتج خلص الموضوع. شوف لاي درجه كثير سهله. موضوع الايفون شوي متعب، بدكم تنقلوه على الاي موفيز ومن الاي موفيز تنقلوه، يعني قصه مشربك شوي. وبعض التلفونات الباقيه بتلاقي مثلا عم بيغبش، هذا ممكن يكون عم بياخذ اللون يعمل فوكس لحاله، ياخذ اللون يخفف ويقوي، ياخذ اللون يخفف ويقوي، هذه مشكله كثير كبيره. هلا خليكم معي لنفتح ببجي ونشوف صورته والشاشه اللي انا عم بحكي عنها فعليا. شوفوا قد ايه، هلا اكيد هذه الكاميرا يمكن ما تجيب 100% اللون، بس خلينا نستعرض اللون يلي بيعطينا اياه التليفون لما نحن نفتح ببجي. خليكم معي. اوكي، مثل ما شايفين اعزائي، ليكو جمال التليفون، ليكو هلا انا عم صور هون هذا البوكوفون. اوكي، حتى البوكوفون بصور لحوالي 8 دقائق وبيوقف، ما عادش بصور اكثر من هيك. اوكي، ليكو الشاشه، ريزوليوشن الشاشه. انا هلا حفوت على الببجي موبايل لنشوف الصوره كيف بتكون فيه. اوكي، على السيتنج جرافيكس حاطين كل شيء ماكسيموم مثل ما شايفين. اوكي، فهذا التليفون لما تلعب فيه ببجي يعني شيء اكثر من رائع بكثير عن جد، يعني كثير بيستاهل هذا التليفون. وفي كثير ناس ما ضووا عليه، يعني اول فتره طلع يعني كثير عملوا له دعايات، كثير عملوا له هالامور، بس للاسف يعني ما بعتقد اخذ حقه زياده. يعني اذا الشركه سكرت بالدول العربيه مش معناتها التليفون يكون منيح، ما خص. وهذا بعتقد انا هو احسن تليفون للببجي بالعالم حتى، لانه ليكو الالوان، ليكو السرعه مثل ما شايفين هون، ليكو لون السما. اوكي، انا يعني بتحس حالك كانك قاعد جوا يعني. اوكي، هيدا هي، وهذا كان اختبارنا للسوني اكسبيريا اكس زد بريميوم. طبعا يلي بحب يسألنا اي سؤال عن هذا التليفون في يحكينا على الواتساب، كون بخدمتكم. طبعا هذا التليفون لقدام حيكون معروض نوعا ما للبيع، في امكانية اذا في حدا محتاجه ضروري ممكن يحكيني، ممكن انا اخدمه بموضوع هذا التليفون، ما في اي مشكلة، دايما اكون انا بخدمتكم. بتشكركم لمشاهدة هذا الفيديو، ما تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا لكم كتير، والى اللقاء.